السلام عليكم. أنا بصدد البحث عن بلادي. أرجوكم أيها السيدات والسادة، أعينوني في البحث عن بلادي. لم أعثر عليها من مدة. أتذكر أنها كانت هنا في ركن من أركان هذه الأرض، لكن في لحظة سهو أضعتها، لم أجدها. أنا متأكد أنها هنا في ركن من الأركان. أعينوني في العثور عليها. إليكم أوصافها. بلادي يقولون أنها صغيرة، لكنها أكبر من عديد البلدان التي تدعي بأنها كبيرة. يلقبونها بالخضراء، والأخضر هو نصف الحقيقة، لأن نصفها الآخر صحراء. هذا ليس افتراء، هذا ما تظهره الصور الملتقطة من الفضاء. تلك الصور تظهر أيضا أن لبلادي أنفا كبيرا، وبطنا كبيرا، وحوضا منجميا فقيرا. بلادي تسبح في مياه المتوسط المنكوب المليء بجثث الغرق القادمين من الجنوب. بلادي ترنو دائما إلى الشمال، وساقاها غارقتان في الرمال، كثبان ترتع فيها الأفاعي، يتحكم فيها ثعبان، والآن خلفه بهلوان. زواحف أتت على الأخضر واليابس، سممت شعبا فأضحى يائسا بائس. هذه بعض الأوصاف عن بلادي، علكم تساعدوني في العثور عليها. كان بإمكاني أن أعطيكم أوصافا أخرى، مثل السهول الخصبة والمياه العذبة والغابات والوحات، وصخب الأسواق وتعالي الأبواق وشهي الأطباق، وروائح العطر الزكية، فل وياسمين وعطرشية. لكن للأسف هذه الأوصاف لم تعد صالحة، فاليوم لم يعد لبلادي لونا ولا طعم ولا رائحة. لا ينفع اللوم حتى وإن صدرت فيه لائحة، فلم يعد لبلادي لون ولا طعم ولا رائحة. حواسي الخمس تصيح وتنادي، بربكم أين هي بلادي؟